السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فاتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الجهوية الاستثنائية اللي غيكونوا إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023. وهذه العروض هذه متابعينا الكرام راه ستوك ليميتي، يعني الكمية محدودة. وهذه العروض هذه متابعينا الكرام راه غادي يكونوا في مجموعه ديال المحلات، بقى معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تكتشفوا فين غيكونوا ان شاء الله. عروض زوينه غيعجبكم ان شاء الله. تبعوا معنا الفيديو ديال هذا الاسبوع هذا، اللي اول مره زورنا في القناه اشتركوا في زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وما يفوتكم حتى عرض ان شاء الله. وما تنساوش تشجعونا بالضغط على الزر ديال الاعجاب، راه كيعاوننا بزاف. بارطاجيو معنا الاراء ديالكم والتجارب ديالكم، ونبداو على بركه الله. متابعينا الكرام، كاين اول منتوج معنا في هذا العرض متابعينا الافاضل، واحد التلفاز ذكي سمارت تي في الترا اتش دي 65 بوصة. في هذا التلفاز هذا فيه الواي فاي انتيغري، يعني ما تحتاجش كلي واي فاي، جوج ديال لي بورت ديال اليو اس بي، وكيهز حتى 10000 قناه. بالنسبه لهذا التلفاز هذا فكيخدم بالنظام ديال اندرويد تي في، يعني بحال التليفون ديالكم. فيه البلاي ستور، فيه فيسبوك، يوتيوب، تويتر، نتفليكس كما كتشوفوا معنا، يعني جميع التطبيقات اللي كاينين في الهاتف راه كيخدمهم هذا التلفاز هذا. هو راه 4K الترا اتش دي، الجوده ديال الصوره من لايف ماكس. متابعينا الكرام، الاجهزه ديال التلفاز ديال لايف ماكس راه ديما كيتجابوا في بيم. مرجو من المتابعين ديالنا اللي سبق لهم جربوهم يشاركونا التجربه ديالهم، الله يجازيهم بخير. وكما قلنا هذا راه 65 بوصة، جهاز تلفاز من النوع الكبير. بالنسبه للثمن فراه داير 5000 درهم في هذا العرض هذا، 5000 درهم او 100000 ريال. متابعينا الكرام، وكما كتشوفوا معنا راه كيبان بوضوح. كاين ايضا معنا الباك ديال الكويزين متابعينا الكرام، المكون من 3 ديال القطع كما العاده. هذا راه بزاف ديال المتابعين كينتظروا متابعينا الافاضل. بالنسبه لهذا الباك هذا فيه الصفيحه ديال المطبخ اللي خدامه بالغاز متابعينا الكرام، في 4 ديال الريوس كما كتشوفوا معنا، ولا طابل اينوكس كما كتشوفوا بهذا الديزاين هذا. كاين ايضا معنا الفرن الكهربائي اللي كيجيب لا بويسونس ديال 2300 واط كما كتشوفوا معنا، وثلاثة ديال لي بروغرام ديال الطهي. بالنسبه لهذا الفرن هذا فراه الانرجي او الاستهلاك ديالو كلاس بي. وبالنسبه للحوايج اللي كيجيو معاه او لي زاكسسوار اللي كيجيو معاه، فكيجيو معاه شوايه وجوج ديال الصواني مستطيلين. متابعينا الكرام، جوج ديال الصواني مستطيلين، وكما كتشوفوا معنا راه جايب هذا الشكل هذا. وكاين ايضا معنا الساحبه ديال الهواء او لا هوت كما كتشوفوا 163 واط، جايب هذا الشكل ديال بيراميد ديال الهرم بهذا الديزاين هذا. وهذه اينوكس كما كتشوفوا، يعني بنفس الالوان ديال الاينوكس. بالنسبه لهذا الباك متابعينا الكرام فهذا من الشركه ديال لوكسال، هذا ديجا تجاب عده مرات ايضا. مرجو من المتابعين والمتابعات ديالنا يشاركونا التجربه ديالهم، الله يجازيهم بخير. هادو راه كانوا يتجابوا ب 2200 درهم في العروض السابقه او 44000 ريال، وفي هذا العرض هذا نقصوا فيهم 200 درهم وجابوهم ب 40000 ريال. متابعينا الكرام، نقصوا فيهم 4000 ريال جابوهم ب 40000 كما كتشوفوا معنا، وراه كيبانوا بهذا الشكل هذا بوضوح. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد السرير لشخص واحد كما كتشوفوا معنا، واحد الماطلة رولي من اكاسيا، في المقاييس ديالها فيها 1.90 متر على 90 سنتيم، وفي السمك ديالها فيها 17 سنتيم، او في العلو ديالها فيها 17 سنتيم. المميز في هاد الماطلة هادي انها كتطوى بسهولة وكتجمع بهذه الطريقة هادي، يعني إلا بغيتو طويوها راه كتلويوها وكتجمع بهذا الشكل هذا. متابعينا الكرام، بالنسبة لهذا المطلع حتى هي ديجا تجابت في بيم. المرجو من المتابعين ديالنا يشاركونا التجربة ديالهم، هادي لشخص واحد. وبالنسبة للثمن فراه دايرة 20000 ريال متابعينا الكرام، 1000 درهم كما كتشوفوا معنا، وجاية بهذا الديزاين هذا. وكاين معنا متابعينا الكرام المنتوج المنتظر اللي كتنتظروه ديما، الغسالة ديال الأواني من الشركة ديال هوم ماكس باللون الكري كما العادة، كما كتشوفوا معنا بهذا الشكل هذا. متابعينا الكرام، رجعوها في هذا العرض هذا. بالنسبة للقياسات ديالها فراه فيها 85 سنتيم في العلو على 59.8 على 59.8،
في القاعده ديالها جايه كاري والعلو 85 سنتيم، كتجي بربعه ديال لي بروغرام ديال التنظيف، يعني كاين الكويك، كاين الايكو سوبر، كاين الكويك كلين، وكاين انتنسيف كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، بدرجه حراره متنوعه. بالنسبه لهذه الكلاس ديال الاستهلاك ديالها ف A++، يعني ما كتستهلكش الكهرباء وما كتستهلكش الماء بكثره. بالنسبه للون ديالها فبالكري، جايبينها كما العاده. هذه الحجم ديالها كيصل لكم حتى الاواني ديال العشاء ديال 12 شخص كما كتشوفوا معنا، وجايه بهذا الديزاين هذا ديال ديما متابعينا الكرام. بالنسبه للثمن فهاد المره راه كانوا كيجيبوها ب 2200 درهم، يعني 44000 ريال، وفهاد المره هذه جابوها ب 40000 ريال متابعينا الكرام، نقصوا فيها 4000 او 200 درهم من الشركه ديالهم ماكس. هاد الغساله ديال الاواني، وراه كنشكروا السيدات بزاف والمرجم اللي كيتابعونا حتى دابا يشاركونا التجربه ديالهم، الله يجازيكم بخير اللي سبق له جربها من المتابعين ديالنا والمتابعات ديالنا، يشاركونا التجربه ديالهم نستافدوا جميعا. وكما كتشوفوا معنا راه كتبان بوضوح. وكاين ايضا معنا متابعينا الكرام في هذه العروض هذه واحد المجموعه ديال المواد الغذائيه، كاين هاد لي سيريال رقائق الذره من تشوبيدو كما كتشوفوا معنا ب 300 درهم 15 درهم، كاين هادو من كيليز ب 8 درهم فاصل 40، كاين هاد لي كوفرات من سنترو 250 غرام ب 17 درهم 340، وكاين هاد لي بيسكوي من فينغر 450 غرام بسكوي بالزبده ب 19 درهم 380، وكاين هاد لي بيسكوي ايضا متابعينا الكرام ب 18 درهم 360، كاين هادو ب 6 دراهم، كاين هاد لي كوفرات بالبندق ب 460 ريال 23 درهم، وكاين هادي ب 6 دراهم بالشوكولا. كاين ايضا معنا هاد لي لانجيت، هاد العلب الصغيره ب 4 دراهم فاصل 40، وكاين ايضا هاد البواطه هادي من فاميلي كانت دير 15 درهم رجعوها ب 12 درهم 240، هاد العلبه ديال لي لانجيت. وكاين هاد المناديل ديال الجيب ب 4 دراهم فاصل 50 عوض 6 دراهم فاصل 50، كاين هاد الياغورت متابعينا الكرام ب 2 دراهم فاصل 60، وكاين هاد الياغورت متابعينا الكرام ب 2 دراهم، وهاد رايبي ب دراهم فاصل 60 كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. متابعتنا الكريمات كما تابعتوا معنا، هذا هو العرض ديال اليوم، كما شفتوا معنا عروض متنوعه مواد غذائيه، وشفتوا معنا ايضا الغساله ديال الاواني، الفراش القابل للطي، الباك ديال الكوزينه، وايضا الجهاز ديال التلفاز الذكي. بالنسبه لهاد العروض كما قلنا في اول الفيديو فغيكون ان شاء الله ابتداء من يوم الجمعه 8 سبتمبر 2023، هاد العروض هذه كميات محدوده، وهاد العرض هذا متابعينا الكرام راه غيكون في المحلات ديال بيم ديال الدار البيضاء، يعني المحلات ديال بيم اللي كاينين في كازا، فراه غيكونوا فيه ان شاء الله هاد العروض هذه ابتداء من 8 سبتمبر 2023. نتمنى ان هاد العروض يكونوا عجبوكم، تكونوا استفدتوا معنا، ونكونوا قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. لاول مره زورنا في القناه متابعينا الكرام اشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتوش التعرض، ان شاء الله يبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب. نتلقاو في عروض اخرى وميزات اخرى متابعينا الكرام، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.